نعمته وبركاته على روحنا جميعا امين. حقيقه احنا بنشكر كل الناس اللي تعبوا معانا في النهضه دي. ناس كثيره تعبت، الله يعوض تعبها كل خير. العذراء مريم تشفع في الجميع، تصلي من اجل الجميع. ست العذراء مريم هي اعظم إنسانة في الدنيا، قد اصطفاها الرب واختارها من بين نساء العالمين لتكون أما له. أكيد الست العذراء مريم طلعت من أسرة مسيحية حقيقية. يا ريت كل أسرة فينا تطلع أولاد وبنات مباركين يملون السماء. أكيد فينا في ناس اتجوزت، وفي ناس خاطبة، وفي ناس عزابة، وكلام النهاردة للكل المتزوجين والخاطبين والعزابة، على أساس كلنا هنطلع أسر، والأسر دي تطلع بنات وأولاد زي ست العذراء مريم. يمكن كلنا في يوم الزواج سمعنا الوصية اللي اتقالت للزوجين، والحقيقة الوصية بتتقال كلها في 3 دقائق، لكن الناس ما بتاخدش بالها من الوصية، مع ان الكنيسة بتقول كلام مهم جدا، بس العروسة بتكون ملهية في الصور وفي الفيديو، والمعازيم بيكونوا ملهيين في فستان العروسة وبدلة العريس، وما ياخدوش بالهم من الكلام اللي بيدور في الإكليل. احنا النهاردة هنركز عشان نطلع أسر حلوة، هنركز في الوصية اللي بتتقال أو قالتها لنا الكنيسة في يوم الزواج. أول حاجة، أي إنسان هينفذ الكلام اللي اتقال له، أو أي عروسة هتنفذ الكلام اللي اتقال لها، أكيد هيعيشوا أسرة سعيدة. بعد ما يتم الزواج بين الست والراجل ويصبحوا الاثنين جسد واحد، وطبعا أبونا بحط يده وبيقول باركهما أيها الآب، قدسهما أيها الابن، طهرهما أيها الروح القدس، فيصير الاثنين جسدا واحدا. وتبتدئ الكنيسة هنا بتدي وصية للعريس والعروسة أمام مذبح رب الصماؤوت. اللي تابع معنا في الشاشة إنه إيه اللي بتقال. أبونا بيقول الآن قد حضرتما في هذه الساعة قدام هيكل رب الصماؤوت ومذبحه المقدس. طب ليه الزواج بيتم قدام مذبح رب الصماؤوت وقدام الهيكل؟ أبونا لما بيجي يحط المنديل يمسك العريس يمينه بيمين العروسة ويحط عليهم المنديل ويقول له استلم يا عريس عروستك، ويبتدي يوصيهم هما الاثنين قدام مذبح الله وهيكله المقدس. طب ليه قدام الهيكل؟ ايه السبب؟ ليه ما بنعملهوش في صحن الكنيسة الزواج؟ ليه قدام الهيكل بالذات؟ لأن الكنيسة عايزة تقول لك انت استلمت زوجتك من يد ربنا، يد الكاهن تمثل يد الرب، فإنك أنت استلمتها من يد ربنا لازم تفتكر كل ساعة بأنك أنت استلمت زوجتك من يد الله. ليه؟ لأنه بعد مرات مع المشاكل الكثيرة اللي بتحصل بين الراجل والست، الراجل بعيد النظر يقول يا رب ما كنتش أنا اخترت غلط، ما كنتش يا رب أرجع في قراري، كنتش يا رب أديتهاني غلط. تقوم الكنيسة هنا تذكر وتقول له لا،
ده انت استلمتها من قدام هيكل ربنا ومذبحه المقدس ومن يد ابونا ومن يد ربنا الممثله في يد ابونا. زمان مع عدم الوعي كان الاكليل بيتعمل في البيوت، لكن دلوقتي لازم الاكليل يتعمل قدام هيكل ربنا ومذبحه المقدس. ممكن الخطوبة تتعمل في البيت، في المكتب بتاع ابونا، في اي حتة، لكن لازم الزواج يحتم ان يكون امام الهيكل وقدام مذبح ربنا والهيكل مفتوح. ليه؟ لانه الهيكل هو علامة عهد والزواج هو علامة عهد، وكأنك انت لو كسرت عهدك مع ربنا او كسرت عهدك مع مراتك يبقى انت كسرت عهدك مع ربنا اللي قطعته قدام المذبح وقدام الهيكل، والهيكل كان شاهد عليك. فخلي بالك انه الكنيسة بتشهد عليك المذبح وبتشهد عليك الهيكل، بانك لازم تحافظ على مراتك وتحافظ كمان على اولادك. ابونا بيقول ايه؟ وعلى هذا الرسم وعلى هذه الشريعة هكذا اتخذ سائر الآباء المؤمنين امرأة واحدة بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. كنيسة بتقول لك إنه زمان الآباء اتخذوا كل واحد امرأة واحدة. تيجي تقول لي لا، في العهد القديم ما كانتش امرأة واحدة، كان في أكثر من امرأة. أقول لك فعلا، لكن العهد الجديد لازم يحتم على الرجل بأن يأخذ امرأة واحدة. ليه؟ لأنه زي ما المسيح له كنيسة واحدة لازم كمان الرجل يكون له امرأة واحدة، لازم. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد اثنين. يعني أول ما يتجوزوا، قبل ما يتجوزوا بيدخلوا جسدين، بيطلعوا جسد واحد. وربنا بيقول لك يترك الرجل أباه وأمه، يعني لازم تسيب بابا وماما دول وتلتصق بامرأتك، لأنه في واحد صعب أنه يتفطم من أمه بسرعة، لازم عايز أمه كل صباح، لازم عايز أمه كل مساء، لازم يعدي على بابا، لازم يعدي على ماما، ودي بتجيب مشاكل كثيرة. لكن لازم يسيب بابا وماما شوية ويلتصق بامرأته ويكونان الاثنين جسد واحد بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض وأن يخضع كل منكما لصاحبه. ده معناه ايه؟ معناه انه الزواج لازم يكون بطهر ونقاوة، لازم يكون بطهارة. ليه؟ لانه بعض المرات الواحد لو عايز يمارس الحياة الجنسية ما يلقاش الا الباب الوحيد المفتوح هو الزواج. فالكنيسة تقول له لا، الزواج مش هو لغرض انك انت تمارس شهواتك الجسدية، إنما الزواج هو علشان يكون لطلب الذرية وإيجاد الخلف. يعني السبب الأول للزواج إيجاد الذرية وطلب الخلف. طيب، هل ده معناه إنه بس الزواج العلاقة الجسدية بين الست والراجل بس لإيجاد الخلف والذرية بس كده وخلاص؟ لا، إنما العلاقة الجسدية هي جزء من وحدة الراجل بالمرأة. يعني زي ما في وحدة نفسية، في وحدة فكرية، كمان في وحدة جسدية. لكن أساس الزواج هو لطلب الذرية وإيجاد الخلف. ليه؟ لأن كل أسرة صغيرة بتطلع لنا أولاد وبنات بنملى بهم السماء، نملى بهم الملكوت، لكن مش بنملى بهم جهنم. فخلوا بالكم انه اساس الزواج عشان نطلع اولاد وبنات يملون السماء.
فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض. حق بعض الحقوق أساسا الكلمة دي مرتبطة بالعلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة، كل واحد لازم يعرف إيه حقه نحو الثاني. طيب بدل في حق وحقوق، طيب حتقوم مشاكل كثيرة، إيه حقك وإيه حقها؟ أن يعرف بعضكما حق بعض. يعني إيه؟ يعني بعدها على طول قال ويخضع كل منكما لإيه؟ لصاحبه. يعني إيه؟ يعني الراجل يخضع لمراته والمرأة تخضع لرجلها، يخضع كل منكما لصاحبه. صاحبه هنا يعني إيه؟ الرجل والست، مش جير فريند أو بوي فريند، لا، لصاحبه معناها الرجل والمرأة. يعني إيه؟ يعني الكنيسة مش بتطالب الزوجة بس أنها تخضع لرجلها، لا، لازم الراجل كمان يكون خاضع لإيه؟ لامرأته. ليه؟ لأن الكنيسة قالت كده. طب ليه المرأة بتخضع أكتر؟ لأنه الراجل هو أساسا له القيادة والمسؤولية، فحكاية الطاعة والخضوع بتظهر في الست أكتر من الراجل، لأنه هو الراجل له القيادة والمسؤولية فهي بتتبع، فالوصية دي ظهرة في الست أكتر من الراجل. لكن الراجل مطالب أيها الرجال بأن تخضع لزوجتك، وإن الزوجة أيضا تخضع لرجلها. ليه؟ الخضوع الرجل والمرأة بحل مشاكل كثيرة. 90% من المشاكل الزوجية أنا قلت وهي قالت، وأنا مش هتنازل وهي مش هتتنازل، وكل واحد مش عايز يخضع للتاني، وكل واحد مش عايز يقول كلمة حاضر. لا راجل عايز يقول حاضر ولا ست عايزة تقول حاضر. وبصراحة كده في بيوت فاتحة أبوابها للشيطان، عمال كل يوم يقعد معاهم ويتونس معاهم، لأن لا راجل عايز يقول حاضر ولا ست عايزة تقول حاضر. ليه؟ لأنه إحنا بصراحة كده ككنيسة شرقية بيتهمونا بأننا بنرفع الراجل أكتر من الست، وبنقول للراجل أنت سي السيد. لا، أنت مش سي سيد، أنت لازم تخضع ليها. بيتهمونا بأنه لازم الست هي تخضع لك وتكون تحت رجليك وتطيعك. لا، كنيسة ما قالتش كده. يخضع كل منكما لصاحبه. عشان كده الطاعة والخضوع مهم للراجل، لأنه إذا كان سيدك المسيح أطاع، أطاع أمه، أنت مش هتطيع ليه؟ إذا كان سيدك المسيح أطاع وهو له كل الخضوع والطاعة، أطاع حتى الموت، موت الصليب، طب ليه أنت مش عايز تطيع؟ يا جماعة، أساس استمرار الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة الخضوع والطاعة بين الطرفين. نصيحتي لكل الرجال، الراجل اللي مش عايز يقول حاضر لمراته هيضيع مراته ويضيع أولاده وهتضيع منه السماء، والست اللي مش عايزة تقول لرجلها حاضر هتضيع رجلها وأولادها وهتضيع منها إيه؟ السماء. يخضع كل منكما لصاحبه. إذن يا أحبائي، يا ريت إنه مبدأ الخضوع يكون بين الرجل والمرأة. تبدأ الكنيسة هنا بعد حلول الروح القدس على الطرفين، خلاص بيجوا جسد واحد، تبتدي الكنيسة أولا أن توصي الرجل قبل المرأة. شوف، هذكرك الكنيسة وصيتك قالت لك إيه. أولا، يجب عليك أيها الإبن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم. أول حاجة الكنيسة بتقول لك أنت ابن مبارك، أنت ابن الكنيسة. حتى لو دخلت الكنيسة عريس 60 سنة،
انت برضو ابن الكنيسة، وتفضل طول عمرك بانك انت ابن الكنيسة. ليه؟ لو عملت اي غلط الكنيسة هي امك، تجري للكنيسة هي اللي تصلح لك الغلط. الكنيسة توريك وتوجهك وتعرفك وتوريك ايه الصح والغلط، لانك انت ابن الكنيسة. ايها الابن المبارك، لانه مع المشاكل اللي بتحصل بين الراجل والست، الراجل يروح لامه ويحكي، وحماته طبعا يعني حماته احتجف معه، والست تروح لامها وتحكي، والمشاكل تدور والنار تولع. ليه؟ لانه حموات في بعض. لكن لو الراجل مشى للكنيسة، لانك ابن الكنيسة، والست مشت للكنيسة، الحكاية هتتلمى. ليه؟ لانه الكنيسة ابونا هو محايد، لا هو حمى للراجل ولا هو حمى للست، فالحكاية هتتلمى. فانت ابن الكنيسة، فاول حاجة الكنيسة بتقول لك انت ابن الكنيسة، لما يكون في مشاكل روح للكنيسة. المؤيد بنعمة الروح القدس، معناه ان الزواج يحتاج الى نعمة الروح القدس، يعني الروح القدس لازم يشتغل في البيت. يا جماعة، ليه في بيوت كثيرة خربانة؟ لان الروح القدس لا يعمل في البيت. يعني صحيح الاسرة اتكونت امام المذبح وامام الكنيسة، لكن ما كملتش. فانت مؤيد بنعمة الروح القدس، يعني لازم الروح القدس يشتغل في البيت. البيوت اللي ما فيهاش صلاة وما فيهاش صوم، ما فيهاش كتاب مقدس، نعمة الروح القدس تشتغل ازاي؟ اكيد البيوت دي هيكون فيها نكد وفيها خصام وفيها زعل، فيها مشاكل كثيرة. ليه؟ لان نعمة الروح القدس مش شغالة في البيت ده. وتجتهد، شوف الوصية بتقول لك ايه، تجتهد الى ما يعود لصالحها، وتكون ايه؟ حنونا عليها. لو الرجال كلهم سابوا كل حاجة بس مسكوا الحتة دي، تجتهد الى ما يعود لصالحها وتكون حنونا عليها، حتعيش سعيد طول ايام حياتك، وهي كمان حتعيش سعيدة كل ايام حياتها. عشان كده الكنيسة عارفة كويس ايه احتياجات الست للراجل. احتياجات الست للراجل ان تكون حنونا عليها، وان تجتهد الى ما يعود لصالحها. الكنيسة وصيتك كده يا حبيبي، تقول لي طيب ما انا بشتغل اليوم كله، وانا عمال اشتغل واتعب واجيب الفلوس اليوم كله. هي مش عايزة فلوسك، هي عايزة حنانك، عايزة عطفك، عايزة تجتهد الى ما يعود الى صالحها. صدقني لو لقمة يابسة بسيطة معاها حب وحنان افضل من فلوس كثيرة وانت لا بتحن عليها ولا بتسأل فيها ولا بتجتهد الى ما يعود لصالحها. هقول كلام الستات ما يسمعوش، كلام للرجال وليا انا بس. كم راجل فينا لحد النهاردة يجتهد الى ما يعود لصالحها ويكون حنون عليها؟ كم راجل فينا، كم واحد فينا لو نفذت الوصية دي حتعيش سعيد انت ومراتك كل ايام حياتك، تجتهد الى ما يعود لصالحها وكن حنونا عليها. لكن طول ما انت انسان اناني وبتحب نفسك و مش عايز إلا نفسك، لا ليك دعوة بمراتك عيانة وإلا مشغولة وإلا هي مصدعة وإنت جاي من برة لازم تحضر لك الأكل وهي عيانة ولازم تشغلها، فين حنون عليها دي؟ خلي بالك، نلاحظ إن الكنيسة في الوصية بتاعتك غير الوصية بتاعتها. في الوصية بتاعتك بتقول لك كن حنونا عليها، لكن هي ما قالهاش كوني حنونة عليه. ليه؟ لأنك أنت مش عايز حنية، أنت عايز حاجة تاني. عارفين الرجال عايزين إيه؟ عايزين خضوع وطاعة، وده اللي هتقوله لك بعد شوية. إذن الكنيسة عارفة إيه احتياجات المرأة، كن حنونا عليها وتجتهد إلى ما يعود لصالحها
وهي يكون لها إيه؟ الخضوع والطاعة، وتسرع إلى ما يسر قلبها. يعني أي حاجة بتفرحها اجري اسرع اللي بيفرح إيه؟ قلبها. صدقني بأمانة، أنت إذا لم تحن على امرأتك ولم تجتهد إلى ما يعود لصالحها وتسرع إلى ما يسر قلبها، لو وقفت صليت صلاتك مش مستجابة. ليه؟ لأنك حتشعر إنه البيت ما فيهوش سلام. والمرأة كمان إذا عاملة زعل مع رجلها وزعلانة مع رجلها، لو صلت صلاتها مش هتطلع من فوق السقف. ليه؟ لأنه ما فيش سلام في البيت. فإذا عايز صلاتك تستجاب وإنت صلاتك تستجابة، كل واحد ينفذ الوصية اللي عليه. أنت المسؤول عنها. كنيسة بعد كده توصيك تقول لك إيه؟ أنت المسؤول عنها من بعد والديها. يعني الكنيسة حطت دور المسؤولية للراجل مش للست. ليه؟ لأن الرجال للأسف الشديد رموا كل المسؤولية على الستات. هم اللي ربوا، هم اللي جروا، هم اللي علموا، هم اللي يعملوا كل حاجة في الدنيا. سابوا كل الدنيا رجال وقالوا لها ايه؟ انت ليك كل المسؤولية. المسؤولية للرجل قبل المرأة. ليه؟ بعد مرات واحد يقول لك ايه؟ خلي ابوك يعمل لك، ولا خلي عيلتك تعمل لك. تعمل لها ايه ابوها؟ ده احنا قلنا لك انت المسؤول عنها، ازاي تقول لها خلي ابوك يعمل لك؟ وبعد شوية حنقول لها انسي شعبك وبيت ابيك، ازاي انت تقول لها خلي ابوك يعمل لك؟ وبعدين الكنيسة بتوصي تقول ايه؟ وقد تكللتما بالاكليل السماوي والزيجة الروحانية. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة اخذت زواج اكليل سماوي. يعني الاكليل اللي اخذته النهاردة ده مش على ورق، لا، ده اكليل في السماء قبل الارض. فالاكليل اللي ادهالك الكنيسة اكليل مكلل في السماء قبل الارض. عارفين الاباء بيقولوا ايه؟ الاكليل اللي بيلبسوه للعريس دي في يوم زواجه هو يشبه اكليل الشهادة، زيه زي اكليل الشهادة. مش اكليل الشهادة لان الزواج حاجة مميتة يعني، لا، اكليل الشهادة يعني انك انت تجاهد الى ما يسر قلبها وتسرع اليها وتكون حنين عليها لآخر نقطة دم. دمك انت مش دمها هي طبعا، مش كده؟ يعني لآخر نقطة دم من حياتك تسرع إلى ما يسر قلبها وتكون حنونا عليها وتجتهد إلى ما يعود لصالحها. كنيسة في يوم زواجك بتقرأ البولس، بيقول إيه في البولس؟ كما أحب المسيح الكنيسة هكذا فليحب الرجل امرأته. المسيح أحب الكنيسة يعني إيه؟ بذل نفسه لأجلها. المسيح اتصلب من أجل الكنيسة. هل أنت هتتصلب من أجل امرأتك؟ على الأقل ما قلنا لك اتصلب من أجل امرأتك، لكن كن حنونا عليها واسرع إلى ما يسر إيه؟ قلبها. الكنيسة هنا بتديك إكليل سماوي. يعني إيه؟ يعني انت حتعيش سعيد على الارض بمجرد ما كنت حنون عليها، وفي السماء ربنا حيلبسك الايه؟ الاكليل. ليه؟ لانك بمجرد ما كنت حنون عليها واسرعت الى ما يسر قلبها، ربنا على طول في السماء ايه؟ حديك الاكليل. اذا ليس البتولية هي بس ليها الاكليل، الزواج كمان ليه اكليل. بمجرد ما نفذت الوصية بتاعتك ربنا حديك ايه؟ الإكليل. بعدين الكنيسة بتقول لك إيه؟ فمتى قبلت ما أوصيناك به؟ يعني إذا سمعت الكلام اللي قلنا لك فيه دي، شوف إيه اللي حيحصل لك. أخذ الرب بيديك. حاجة حلوة جدا بإنك تطلع من باب الهيكل من الكنيسة ويدك في يد ربنا. وأوسع في رزقك. يعني بمجرد ما أنت تكون حنونا عليها وتسرع إلى ما يسر قلبها وتجتهد إلى ما يعود لصالحها، رزقك حيوسع.
الراجل مراته مش راضي عليه رزقك هيقف، مش لأنها هتتضايق عليك وتقول لك روح ربنا يكفلها في وشك، لا، إنما الكنيسة بتقول كده، أنت لو مش راضي على راجلك، راجلك رزقه إيه؟ هيقف. يرزقك، يوسع في رزقك، ويرزقك الأولاد المباركين يقر الله بهم عينيك. يعني الزوجين إذا عاشوا سعداء طول أيام حياتهم وكان في خضوع للاثنين ومحبة للاثنين، أولادهم حيطلعوا إيه؟ مباركين. يرزقك الأولاد المباركين. شوف لسه هيحصل لك إيه؟ كل ده لو أنت نفذت الكلام. يمنحك العمر الطويل، تبقى جد بقى والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني هتاخدها دنيا وتاخدها سماء. يعني في الدنيا هتاخد ايه لو نفذت الكلام ده؟ الرزق الواسع والأولاد المباركين والعمر الطويل، ويمنحك العيش الرغد، وفي السماء ربنا حديك ايه؟ اكليل سماوي. ده كله لو ايه؟ لو انت سمعت للوصية اللي ادها لك الكنيسة. كن حنونا عليها، اسرع ما يسر قلبها، وإتاني تجتهد إلى ما يعود لإيه؟ لصالحها. طب بتعمل الكلام ده ولا لأ؟ وصية العريس خلصت، جاءت وصية العروس. العروسة طبعا إيه؟ متكيفة من الكلام، وكأنه إيه؟ هي ملهاش دور. تفاجئ إنه الشماس يقول لها إيه؟ اسمعي يا عروسة، واصغي بسمعك، وأنسي شعبك وبيت أبيك، تعالي لسه عليك إيه؟ عليك دور. ايه وصية العروسة؟ برضو بنبتدي وانت ايتها الابن المباركة، زي ما هو ابن الكنيسة انت كمان ايه؟ بنت الكنيسة. اذا انتوا الاثنين اولاد الكنيسة، انت ود الكنيسة وهي بنت الكنيسة. فاذا شعرتوا انكم انتوا الاثنين اولاد الكنيسة، يبقى لازم تسمعوا للكنيسة. بتسمعوا للكنيسة ولا لا؟ بيقولوا زمان يا جماعة لما تقوم مشكلة بين الراجل والست، زمان الكلام ده مش حسة، يعني يمشي أبونا عشان يرجع الست لبيت رجلها، أول ما يدخل البيت يشخط الشخطة اللي هي يا بيت شنطتك على بيت أبوك. هي من سكات ليه؟ لأن عارفة هي بنت الكنيسة، بنت أبونا، تشيل شنطتها وتروح بيت رجلها على طول. دلوقتي بيحصل إيه؟ أول ما أبونا يجي داخل، بدل ما أبونا يشخط هي اللي تشخط، وأبونا يقوم جاري. ليه؟ لأنه خاف منيها بصراحة، جاها كده محمرة ومشمرة وطلع زعبيرها كده في أبونا، وأبونا يخاف يقوم جاري. وبعدين نقعد طول الليل نحايل وندادي، والمسيح قال والرسول قال والكنيسة قالت والبتاع قال ومين قال، ولو سمحتي عشان خاطري وعشان خاطر ربنا، لنص الليل احنا ايه؟ بندادي بندادي. وبعدين برضو مش بتسمع الكلام. ليه؟ لانها مش شعرة هي بنت الكنيسة. لو شعرة بنت الكنيسة تسمع كلام ابونا وعلى بيت رجلك على طول. يا ستات، اللي ما يسمعش كلام الكنيسة تضيع الابدية منه، وتضيع السماء منها خالص. وأنت أيتها الإبنة المباركة العروسة السعيدة قد سمعت ما أوصى بها زوجك. يعني إذا الكلام كان عجبك على رجلك، أنت كمان لك دور. أول وصية تديها لك الكنيسة، يجب عليك أن تكرمي وتهابي. تكرمي وتهابي. ليه بيوت كثيرة خربانة يا حبايب؟ لأن الست ما بتحترمش رجلها، لأن الست لا تكرم رجلها ولا تحترم رجلها، فالبيت بتخرب. يا ستات، لو لم تحترم راجلك ولم تهابي، المهابة أكثر من الاحترام، بتكسر الوصية وبتضيع منك بركات كثيرة. طبيعي أنت لو احترمتيه وأديتيه المهابة، طبيعي هو إيه؟ يكون حنون عليك، ويسرع إلى ما يسر قلبك، وإيه؟
ويديك كل حاجة أوصلنا به ليك. ليه؟ لأنه أنت بتحبيه وبتكرميه وبتهبيه، مش كده؟ إذا نفذي عشان هو كمان إيه ينفذ. ساعات مع المشاكل الكثيرة اللي بتحصل هي تقعد تقول هو ما بيحترمنيش، لما يحترمني هو يبقى أنا أحترمه، وهو يقول إيه هي لما تحترمني يبقى أنا أكون حنون عليها، وكل واحد عايز إيه التاني هو اللي يبتدي. ومع المشاكل الكثيرة كل واحد يسمع للتاني وصية التاني. لما يتشاكل الراجل والست، الراجل يقول للست فين الوصية اللي قال لك عليها أبونا؟ يجب أن تحترميه وأن تكرميه وأن تهابيه وأن لا تخالف أمره وأن تقول له يا سيدي فين اللي قال لك عليه أبونا؟ وهي تقوم تسمع له بقى فين اللي قال لك عليه أبونا؟ يجب أن تكون حنونا عليها وتسرع إلى ما يسر قلبها. كل واحد يسمع للتاني. طيب ليه ما كل واحد يبتدي بالوصية اللي ادها له ربنا؟ ليه كل واحد عايز التاني هو اللي يبتدي؟ بعدين الكنيسة تقول لك ايه؟ لا تخالف رأيه. اوعى تقولي له لا، اوعى تقولي له لا. احنا في الاول قلنا ايه؟ يخضع كل منكما لصاحبه. لكن دلوقتي ابونا بوشفجك في ودانك ويقول لك ايه؟ لا تخالف ايه رأيه. يعني ايه؟ يعني عديها، مشيها، مرريها عشان ما تمركيش، عديها، ما فيش داعي انك انت تمسك فيها. طب هو بيقول كلام غلط، طب الكلام اللي بيقوله كله مش صح، طب هو مفتري، طب هو مش عارف ايه. مشي مشي عشان الدنيا تمشي، وبعد ما يعرف ان هو غلطان يرجع لك ويقول لك معليش وسماح وسامحيني وانا غلطان. لكن في نفس الوقت تقولي له لا يعني لا، هتدخل الشيطان على طول والدنيا هتولع والبيت هيفرتك وتحصل مشاكل كثيرة. يجب أن لا تخالف إيه رأيه، بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا إذا وصناك راد يجب أن تجتهد إلى ما يسر قلبها وتسرع إلى ما يعود لصالحها وتكون حنونا عليها. وصناك جراد، انت بنوصيكي 10 جراد، يجب ان تكرميه وان تهبيه وان لا تخالفي رايه 10 مرات. وكانه انت مطالبه بان تكرميه وتهابيه ولا تخالف امره اكثر ما هو يكون حنونا عليك ويسرع الى ما يسر قلبك ويعود الى ما لصالحك. طب تقولي لي ليه؟ كنيسه قالت كده، كنيسه قالت كده. انت تنفذي اكتر منه 10 مرات، فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك من بعد والديك. تاني الكنيسة بتقول المسؤولية على مين؟ على الراجل. ليه؟ لانه بصراحة كده انه في بيوت كثيرة بتخرب لانه الستات اخذوا دور المسؤولية وركنوا الراجل على الرف وبقوا هم المسؤولين. بمجرد ما الست تشتغل وتجيب فلوس هي تكون المسؤولة. زمان قالوا قصة حكي يعني سمعتها انه الراجل بيشتغل والست بتشتغل. الراجل سي مثلا مرتبه 10 جنيه وهي مثلا مرتبها 5 جنيه، هي ترقت بقت 7 بعدين بقت 10 بعدين بقت 15 بعدين بقت 20، هو لسه في 10. جاته يوم من الايام قالت له بص تعال اقعد هنا، انا بشتغل زيك، يبقى انت في البيت تشتغل زيي، انت تطبخ وتغسل وتكوي وتمسح وكل الحاجات اللي عليك، بشتغل زيك. اوعى تقول لا. هنا ايه؟ هنا اخذت المسؤوليه. ليه؟ لانها عندها قرش. بمجرد ما بقى عندها قرش راجلها لا تهاب ولا تحترمه. الزوجه الحكيمه يا ستات مهما اشتغلت ومهما جابت فلوس يصبح رجلها مكرم ومهاب وهو ايه له كل التكريم وله كل المهابة. الحتة دي مهمة اللي جاية دي. يجب عليك ان تقابليه بالبشاشة والترحاب. انت طبعا بتسمعوها، يجب عليك ان تقابليه بالمكشاشة والقبقاب. مش بتسمعوا كده؟
قابليه بالبشاشة والترحاب. ليه؟ صراحة كده الراجل يخش البيت وأول ما يخش البيت يتخط، يعني ايه مراته مكشرة مبوزة، ويبقى عايز يخش من الباب عايز يطلع من الشباك جري. ليه؟ بدل ما تقابليه بالبشاشة والترحاب، النكد والعصبية والصوت العالي والكشرة والنرفزة ومش عارف ايه، وبعدين يقول له ايه سبت لك البيت ومشيت. ليه؟ لان ما فيش بشاشة وما فيش ايه ترحاب، في مكشاشة وفي قبقاب. فخلوا بالكم يا ستات، هي العملية هتكلفك ايه يعني؟ لما تعملي كده يعني هتكلفك ايه يعني؟ ولا حاجة يعني، هي مش هتكلفك فلوس كثيرة ولا حاجة، ولا بفلوس الابتسامة دي، تسمي عشان الدنيا تمشي. ولا تتجري في وجهه، يعني ما تكشريش في وجهه. تقولي له طيب يعني انا غاوي اكشر في وجهه؟ ما هو سبب النكد، ما هو سبب الزعل، ما هو المطفشني، ما هو ما هو. الكنيسة بتقول لك لا تتجري في وجهه، ما قالتش مين الغلطان، ما قالتش مين اللي سبب النكد، حتى لو كان هو المنكد وهو اللي سبب الغلط وهو اللي مش عارف ايه، لا تتجري في وجهه، ما تكشريش في وجهه ابدا على الاطلاق. الحته الجايه دي برضه مهمه يا ستات، لا تضيع شيء من حقوقه عليك. يعني ايه؟ يعني الراجل عنده حق عليك في الحياه الزوجيه وفي العلاقه الجنسيه، له حق عليك. والستات لما يكونوا زعلانين من رجالاتهم يقوموا ايه يسيبوا اوضتهم ويروحوا يناموا عند العيال، ويقولوا له انا هربيك، هأدبك، هخليك تيجي تحت رجلي، هوريك الله كم، وهكذا. وبعدين بمجرد ما عملت كده على طول دخلت الشيطان، وعلى طول جرحت العلاقة الجسدية لبناتكم والزوجية. وهو ممكن يقول لك ايه انا اللي هربيكي وانا اللي هوريكي، ويروح يزني برا. ليه؟ لانك منعتيه عن نفسك. لا تضيعي شيء من حقوقه عليك. وتتقي الله في سائر امورك معه، يعني كل حياتك الزوجية اتقي ربنا، خلي ربنا قدامك في كل علاقاتك الزوجية. تقولي لي ايه ربنا دخله في الكنس والمسح والطبيخ والغسيل والمكوى، ايه دخل ربنا؟ هقول حاجة يعني بس ما تزعلوش مني، لو راجلك ما يستاهلش اللي بتعمله له اعمليه عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا. لو ما بيستاهلش ليه؟ لانك بتنفذي وصية ربنا ولا تخالف امره، اعمل اللي بيديهولك ربنا واتقي ربنا في كل امورك، تلاقي نفسك انت دخلت السما حتف على طول، على حساب رجلك تلاقي ربنا دخلك السما. تتقي الله في جميع امورك، لان الله تعالى اوصاك بالخضوع له. يعني دي مش وصية ابونا، خلوا بالكم، دي وصية مين؟ ربنا. لان الله تعالى اوصاك بالخضوع لك وامرك بطاعته من بعد والديك. يعني دي ايه؟ اوامر، ده مش تحنيس، دي اوامر من ربنا انك انت تطيعي رجلك. اخر حاجة قربنا نخلص، فكوني معه كما كانت امنا سارة مطيعة لابينا ابراهيم، وكانت تخاطبه يا ايه، ها يا ايه، يا سيدي. مين ست النهاردة بتقول لرجلها يا سيدي؟ فيش حد. الكنيسة بتدي مثل عشان ما تقولوش الكلام ده صعب، الكلام ده مش صعب. دي سارة عمرها ما قالت لابراهيم انت يا ابراهيم، يا ابراهيم ما بتكلم معاك ابراهيم، عمالة تقول له ايه يا سيدي ابراهيم، يا سيدي ابراهيم. ليه؟ قولي له يا سيدي، قولوا لي يا سيدي، لأن الكنيسة قالت لي قولي له يا سيدي. فنظر الله إلى طاعتها وبارك عليها وأعطاها إسحاق من بعد الكبر. يعني بركة الرب ممكن تتأخر، لكن إذا نفذت الوصية اللي قلناها لك البركة احتيجي حتى لو تأخرت. فلأن سارة وإبراهيم البركة تأخرت عليهم في إسحاق،
لكن لأن سارة كانت بتقول لرجلها يا سيدي البركة جت لها حتى بعد الكبر، وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. الكنيسة هنا مش بتدعي عليكم وتقول لكم إن شاء الله أولادكم يكونوا كرمل البحر ونجوم السماء، لا، الكنيسة بتقول لكم يا ريت ربنا إذا سمعتوا الكلام هتحصل بركات كثيرة في بيتكم ويديكم نسل صالح. طيب، فإذا سمعت ما أوصيناك به، إذا أنت سمعت كل الكلام دي واتبعت جميع الأوامر، شوف يحصل لك إيه. أولا أخذ الرب بإيه؟ بيدك، يعني زي ما هو بياخذ يده ياخذ يدك أنت كمان. أول ما تطلعوا من الكنيسة يدكم في يد ربنا، طالعين من الكنيسة تنفذ الوصية، ربنا ياخذ بيدك وهي ياخذ بيدها وياخذ بيد العيال ويدخلكم على طول السماء كلكم. وأوسع في رزقك، يعني بيتك هيكون فيه بركات كثيرة، ويرزقك أولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. يعني إذا سمعت الكلام هيوسع ربنا في رزقك ويديك ربنا بركات كثيرة في الأولاد، وبتبقي كده أنت وراجلك وعيالك داخلين السماء. آخر حاجة أبونا يدي البركة الختامية، والبركة الختامية دي يعني مهمة جدا. يقول كذلك يباركك أيها الأخ المبارك ويبارك زوجتك. شوف البركة اللي بديها أبونا آخر الإكليل دي بركة مهمة. كذلك يباركك أيها الأخ المبارك ويبارك زوجتك كما بارك نوح وزوجته، وكما بارك إبراهيم في سارة، وإسحاق في رفقة، ويعقوب في ليا ورحيل، وبركة الرب الحالة في عرس قانا الجليل. شوف البركة تحل عليكما وفي منزلكما وتوفق بينكما وتجعل المحبة الروحية بينكما وتديم أرزاقكما وتعمر منزلكما وتمنحكم العمر الطويل والحياة الهنية مع الأولاد المباركين. شوف البركات اللي تنزل عليك، كل دي بركات تنزل عليك. البركة دي مهمة ليه؟ عارفين إسحاق ويعقوب لما تشاكلوا على يعقوب وعيسو، لما تشاكلوا على البركة ليه؟ لأنه أبوهم يعقوب حط يده على رأس يعقوب حتى لو كانت سركها، حتى لو يعقوب سرك البركة دي، لكن بمجرد ما إنه إسحاق حط يده على يعقوب البركة حتنزل، لازم تنزل من السماء. والبركة نزلت على يعقوب خلاص. طيب، بمجرد ما أبونا يحط يده على العريس وعلى العروسة ويدعي كل الدعاوى دي، البركة على طول تنزل عليهم، على طول تنزل على العريس وتنزل على العروسة، وتبقى بركة عظيمة جدا. وبعدين يحصل يا جماعة؟ البيت السعيد يعمل يجي يجدد البركة في الكنيسة. يعني يعني البركة دي بتتجدد ازاي؟ يعني كل ما تدخل الكنيسة تلقى أبونا يقول بركة وسلام لجميعكم، البركة تتجدد، بركة وسلام لجميعكم كل ما تدخل الكنيسة. لكن انت بمجرد ما بس في الإكليل وخلاص وتاني ما دخلتش الكنيسة، تيجي البركة منين؟ البركة مش متجددة، لازم تيجي انت ومراتك وعيالك تجددوا البركة دي. ربنا يوسع في رزقكم ويعمر بيتكم ويديكم أولاد مباركين بالبركة اللي فيكم وبالبركة اللي في البيت. لكن إذا بيت ما فيهوش صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا قراءة كتاب ولا اعتراف ولا تناول، تيجي البركة منين؟ يا ريت يا أحبائي بأننا نراجع الوصية دي، كل واحد يراجع الوصية دي، لأنه ممكن تكون مقصر في وصية واحدة وتعيش تعيس كل أيام حياتك. الله يعطينا حياة هنية زوجية ويبارك فينا ويجعل أولادنا زي ست العذراء مريم، ويجعل أولادنا زي الأولاد زي القديسين والشهداء في ملكوت السماوات. لإلهنا كل المجد والإكرام بكنيسته من الآن والأبد، آمين.